الرحمن الرحيم. نلتقي بالإخوة الطلبة في شهر شعبان أيضا، ومقدمة لشهر رمضان المبارك أو للعطلة. أظن شيئان يراعيهما الإخوة، شيء بالنسبة إلى سفرتهم لأجل التبليغ، وشيء كاستراتيجية عامة لأعمالهم. أنتم بطبيعة الحال طلبة للعلوم الدينية. شهر رمضان، شهر شوال، الأيام القادمة إلى شهر رمضان، وشيء من ذي القعدة عطلة بمناسبة الحر، لكن الطالب لا تعطيل له. في الحديث: أخر نومك إلى القبر وفخرك إلى الحساب. يعني إنسان لازم في الدنيا لا ينام، يعني يعمل باستمرار. أخر نومك إلى القبر. إذا ذهبنا إلى القبر إحناك ننام فرد 100,000 سنة، شيء طبيعي. فنحن لازم أن لا نفكر في أنه عطلة أمامنا أبدا. الطلب الواقعي ما عنده عطلة، وإنما تغيير مناهج. شيئان: الشيء الأول مرتبط بسفرتكم بالنسبة إلى التبليغ، وإني أظن أن كل الإخوة يجب أن يسافروا. في السفرة استمروا في المطالعة، كتب تودوا منها تطالعوا، مختلف الكتب. استمروا في التأليف وتقوية القلم حتى يتقوى قلمكم. استمروا في الحفظ، حفظ القرآن، حفظ نهج البلاغة، حفظ صحيفة السجادية، حفظ الأشعار الملائمة للمنبر وللقلم وللخطابة، حفظ أحاديث نبوية وما أشبه. الله يرحمه، والدي كان يحفظ من الأشعار 8,000 شعر، وكان يحفظ كل المتون الدراسية، وكان يحفظ القرآن الحكيم من أوله إلى آخره، وكان يحفظ المقامات الحريري. مقامات الحريري كتاب في الأدب يعادل حجمه حجم القرآن الحكيم. ففي سفرتكم احفظوا ولو السور القصار. كان فرد خطيب من علماء العامة اسمه ابن نباتة، مو أصبغها تلميذ علي، لا، عندنا أصبغ ابن نباتة تلميذ علي عليه الصلاة والسلام. عندنا عالم من علماء العامة اسمه ابن نباتة، هذا كان وقت اللي يخطب كلش جميل، يخطب كلش جميل. قيل له: كيف أنت تخطب بين أقرانك بهذا الجمال؟ قال: لأني حفظت شطرا من خطب علي عليه الصلاة والسلام. إذا حفظتم الخطب للإمام، خطأت الخطب في مقالكم، في كتابتكم، في لسانكم، في كل مكان، فتتقوون. لكن هذا شيء متعب، فليكن متعبا. ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب الليالي. الإنسان الذي يريد التقدم لازم يتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كدح يعني أشد التعب. في خطبة الصديقة الطاهرة حول علي
عليهما الصلاة والسلام مكدودا في ذات الله، يعني ليل نهار يتعب نفسه، المطالعة المستمرة، الحفظ المستمر، التأليف المستمر. يجب أن يكون رفيقكم أو رفيقكم على طول الخط إذا أردتم النجاح والتقدم. هذا شيء. بالنسبة إلى التبليغ أيضا يجب الخطابة بالمقدار الميسور والممكن للمجتمع أي مكان ذهبتم. يخطب الإنسان، يتكلم بعالم، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول بعالم ناطق مستعمل علمه، يعني عالم ناطق يستعمل علمه. الخطابة بث والنشر الأشرطة، كل واحد منكم أخذوا فرد 100 شريط 200 شريط من نار من تذهبون بيعوها الأشرطة. نشر وبث الكتب، كل واحد منكم أخذوا فرد 500 كتاب 1000 كتاب بيعوها الكتب، كلش بسيط بين الناس. أيضا يلزم على الإنسان أن يتكلم مع الناس حول خمسهم. خمس لماذا؟ أولا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الحقيقة المال الذي فيه الخمس هذا حرام، حتى الفقهاء يقولون لو خيط صغير من الخمس في لباسك وأنت ما خمست صلاتك باطلة، حجك باطل، وضوءك باطل، غسلك باطل. أولا تطهير للناس، وثانيا الخمس للمشاريع. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كتب إليه أحد تجار فارس كتاب حول الخمس، الإمام أجابه بكلام من جملته قال إن الخمس عوننا على ديننا. الآن أهل الحوزات العلمية بماذا تقام؟ بالخمس والحقوق، المدارس، المساجد، المؤسسات، الحسينيات، الكتب، الأشرطة، التشيع يقوم على الخمس، هذا لا شك فيه. فالإنسان يجب أن يقول للناس هذا الشيء، ينبههم تنبيه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. إن يعني شنو؟ يعني إذا ما دفعتم مو مؤمنين بالله. قد يكون تريد الخمس لنفسك، هذا عيب لعله، ولو أنه ليس في الحق عيب. قد يكون تقول أيها الناس ادفعوا الخمس لأجل طبع الكتب الإسلامية ونشرها على الشباب، ادفعوا الخمس لأجل بناء المساجد في أماكن لا مساجد فيها، ادفعوا الخمس لأجل أشرطة توزع على الناس، ولا هذا منوال من الكلام. هذه الأمور التي يجب أن ترافقكم في السفر. ثم عماد كل هذه الأمور وقوام كل هذه الأمور الأخلاق الطيبة. من الأغلب نحن نستمع إلى الأخلاق الطيبة ونقول شيء حسن، لكن إذا جد الجد هل أخلاقنا حسنة أم لا؟ أخلاق طيبة. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول، أو الإمام الصادق أحدهم عليه الصلاة والسلام وكلهم نور واحد، يقول تواضعوا لمن تعلمونه وتواضعوا لمن تتعلمون منه. يعني تواضع لأستاذك وتواضع لتلميذك. إنسان وقت اللي صعد المنبر أو تكلم مع شاب أو وزع كتاب أو أعطى شريط، هذا الإنسان يجب عليه أن يكون مثالا للأخلاق الطيبة. أما التكبر، أما العنف، أما الكبرياء، أما الغرور، أما الجهل، أما العصبية، فكلها في النار. وهذا الإنسان المتكبر المتعجرف الذي يتكلم بعنجهية ويريد فخفخة، هذا الإنسان في طريق نمرود وهارون، هارون العباسي، مو في طريق محمد وعلي صلوات الله عليهما. الإنسان يجب عليه أن يكون متقيا دائما
متواضعا دائما، غير متعجرف دائما. تواضع لازم، تواضع لله، التواضع للناس، التواضع للصديق، التواضع للكبير، التواضع للصغير. أحد الأئمة التقى بأحد الخلفاء، الخليفة قال له عظني. قال الإمام عليه الصلاة والسلام في المسلمين ثلاثة أصناف: الأكبر منك، والمساوي عمرا لك، والأصغر منك. فاجعل أكبرهم أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ابنا. فبر أباك، وتعطف على أخيك، وتحنن على ابنك. يعني لازم المسلم هالشكل يعاشر الناس، الأخلاق الطيبة، التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقمان قال لولده كما في القرآن: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شايفين قسم من الناس يمشون على القاع ويضربون بأرجلهم على القاع كبرياء، وقسم من الناس يمشون ويمددون أنفسهم هالشكل يسوي، يطلع صدره. لقمان قال لولده: شو تريد تسوي؟ تريد تخرق الأرض بضرب رجلك للأرض؟ تريد أنه تصل إلى الجبال؟ لا تصل. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المهم أن يري الإنسان الطالب للعلم الديني الناس أن يريهم أخلاق الأنبياء في تواضعه، في هديه، في سمته، في لسانه، في صمته. هذه تسمى بالأخلاق الطيبة. لازم إنسان يتعلم الأخلاق الطيبة، يتدرب على الأخلاق الطيبة، يمرن نفسه على الأخلاق الطيبة. الغرور، الكبرياء، الجاهل، العجب، معجب بنفسه، لا يصير هذا، لا يعجب بنفسه، وإنما يتواضع، لا يتكبر. كل الأمور التي ذكرناها من الأعمال لنفسكم كالحفظ والتعليف والمطالعة، أو الأعمال للناس كالوعظ والإرشاد والخطابة وتوزيع الأشرطة وتوزيع الكتب وما أشبه، كلها يجب أن يكون بأخلاق طيبة. وإلا الشخص الذي لا أخلاق طيبة له لا يسوى شيئا. طاووس أحد العلماء الإسلاميين، هذا كان يروح إلى مكة، لكن رجل متواضع بالشكل، يتواضع. حتى إنسان في أكل لازم متواضع، أما لازم تمن ودجاج؟ مو لازم يا أخي، مو لازم إلا زولية، زولية كاشان مو كتم كافي، الأرض مكافي. علي بن أبي طالب يسمى بأبي تراب، لأنه كان يجلس على التراب كالمتواضعين. النبي كان جالس صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض ويأكل، مرت عليه امرأة بذيئة اللسان فقالت: جلسة كجلسة العبد، يعني مثل عبد قائم. النبي قال: وهل أنا إلا عبد؟ شوف التواضع، تواضع في الكلام، تواضع في العمل، يكون متواضع. إن شاء الله في المستقبل أنتوا رجال دين، أنتوا علماء، أنتوا كتاب، أنتوا مؤلفين، أنتوا خطباء، أنتوا شخصيات، لكن لا تنسوا التواضع في بيتكم، حتى مو بيت الطواغيت، مو أفرشة الطواغيت، مو سيارات الطواغيت. يعني واقعيا الآن لعله ما عندكم فلوس ومجبورين عادي تمشون، لكن إذا صارت عندكم فلوس لازم تفكروها، أنه مو أن الإنسان يشمخ بنفسه وبأنفه ويضيع نفسه. أصحاب رسول الله على قسمين: صاحب يسمى بأبي ذر الغفاري، هذا مات جوعا ومات على الأرض، حتى ماكو فراش، لكن أبو ذر الرجل العظيم، ما ظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشبههم بعيسى، عيسى بن مريم النبي،
هذا تلميذ من تلاميذ رسول الله. التلميذ الثاني زيد بن ثابت لما مات كان له من الذهب بمقدار، لما أرادوا أن يقسموا إرثه كسروا الذهب بالفؤوس. لا تنسون هذه الكلمة، ها، التقوى، التواضع لله، عدم العجرفة، عدم التفكر في الدنيا وملاذها وشهواتها. العمر في الحقيقة رحلة فقط، سفر. فخذوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. احنا كنا قبل ولادتنا في بر مجهول لا يعرف مداه إلا الله، ثم قذفت بنا أرحام وأمهاتنا إلى هذا البر المجهول أيضا، هنا أيضا بر مجهول. بعد أيام نموت ويقذف بنا في القبر إلى بر مجهول أيضا، نحن في رحلة. هذا هو، يجب علينا أن نعرف قدر هذه الرحلة، رحلة، إحنا رحلة. وأقصر الرحلات، لأن الإنسان قبل ما يولد شنو هو؟ كانت أرضا مطر عليها صار نباتا، أكله الحيوان صار لحما، أكله الآب صار دما، الدم تحول منيا، المني جنينا، الجنين ولد. إحنا القاعدين هنا، أنتم أجنة في بطون أمهاتكم كما في الآية الكريمة. يعني نحن قبل الدنيا كنا أرض، الآن أيضا نمشي على الأرض، ويأتي يوم أيضا نرجع إلى الأرض. في الآية الكريمة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى في يوم القيامة. فالتقوى لا تنسوا أبدا، لا تنسون التواضع لله، لا تنسون البساطة في العيش، بساطة بساطة مو كبرياء. يعني يجب عليكم أن تهربوا من الكبرياء، من عدم البساطة. الله يرحم والدي، كان رجل هو عنده زهد، شخصية زهدية عنده. هذا أنا أذكر كانت عنده عباءة لشتائه مثل عباءة الحمالين، ولبسها 30 سنة. مع العلم كان مرجع ويأتيه فلوس، لكن أصلا ما كان يدير في الدنيا عناية ورعاية. أما لازم سيارتنا، دارنا، قصرنا، فراشنا، شخصيتنا، أبهتنا، أكلنا، ما يريد هالأشياء، ما تسوى الدنيا حقيقة، ما تسوى الدنيا. لكن يجب علينا أن نكون واعين أن الدنيا لا تسوى. فكل تلك الأمور التي ذكرناها في سفرتكم يجب أن تكون ممزوجة بالأخلاق والتقوى والتواضع. هذا قيمة الإنسان، مو بعلمه، أنت أعلم العلماء لكن مو متقي، نصف فلس لا تسوى. لازم يقطوك، على قول الكويتين يقولون قطة، لازم يقطوك بالزبالة في أمان الله. هذا واقع أقولها. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. هذا واقع. فالطاووس كان جالس في الأرض، على الأرض مر ملك من الملوك الذين لا يفهمون ولا يعقلون. مر أحد الملوك، كل الناس قاموا له، هذا قاعد على الأرض، قال جيبوه. وتكبر، كبرياء، أخاف تتكبرونها. اعلموا يوم تكبركم يوم سقوطكم عن عين الله سبحانه وتعالى وعن عين الناس، لأن الناس ما يحبون المتكبرين أبدا، الناس يحبون المتواضعين، الناس يحبون الذين يسلمون عليهم مو ينتظرون السلام منهم، الناس يحبون الذين يقضون حوائجهم مو المتعجرفين المبتعدين عن الناس. أكو حديث جدا جميل، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن سهل القضاء، سهل الاقتضاء، سهل البيع، سهل الشراء، هش بش. يعني وقت اللي يريد يأخذ شيء من الناس بلين يأخذ مو بعنف، وقت اللي يريد يعطي شيء للناس بلين يعطي مو بعنف،
سهل القضاء يعني يعطي، سهل الاقتضاء يعني ياخذ، سهل البيع وقت اللي يريد يبيع سهل يبيع. شايفين بعض البقالين عطارين بعنف يبيعون. سهل الشراء وقت اللي يريد يشتري بيش التفاح يقول 10 توامي، لا ماكو داعي، انت تبيع غالي ومكان ارخص منك، عمي ما تريد تشتري بتشتري من روح، اما تنقص المتاع ماله او انت تريد تبيع كلش انا شيء زين متاع، راجل يشتري يشتري ما راجل ما يشتري في امان الله. على مثال سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، هش بش، هش يعني لين، يعني مو عنيف مو متعجرف. لقمان قال لولده ولا تصعر خدك للناس، تصعير يعني شنو؟ يعني واحد يحكي ويا ميبا على هالشكل، هالشكل مسوي ماكو داعي يا اخي. ولا تصعر خدك للناس، المؤمن هش يعني لين، بش يعني بشوش، مو عبوس دائما، بشوش ضحوك، مو في الرخاء حتى في الشدة. في شأن منسوب للإمام أمير المؤمنين يقول هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، يعني حتى في الحرب يضحك. فطاووس قاعد ذاك الملك الجبار، طاووس من الزهاد، مر عليه ذاك الملك الجبار شاف هذا ما قام لي، كل الناس قاموا له، قال جيبوه. لماذا لم تقم لي؟ قال في الحقيقة أنا رجل فقير مسكين قاعد على الأرض، وأنت ملك كبير، أنا مو مربوط بيك وأنت مو مربوط بيه، إيه وش أقوم لك؟ وأنت إيه وش تتوقع مني أقوم لك؟ وأنت عابر سبيله ما تعرفني، أنا ما أعرفك. قال ألا تعرفني من أنا؟ طاووس سكت. ثم قال مرة ثانية ألا تعرفني من أنا؟ طاووس سكت. قال مرة ثالثة ألا تعرفني من أنا؟ طاووس قال له نعم أعرفك من أنت، أنت الذي مرتبط بمخرج البول 5 مرات، 5 مرات أنت مربوط بمخرج البول وبالنجاسة، مو 5 مرات كلها بمخرج البول، ها بالنجاسة ومخرج البول، أنت أعرفك أنت من مرة طالع من مبالي أبيك، مرة داخل في مبالي أمك، مرة طالع من مبالي أمك، جنين يطلع من مبالي الأم 3 مرات ذني، ثم الآن في بطنك عذرة. الإنسان شنو؟ على قول ذلك الشاعر يقول وهو على كبره ونخوته في بين جنبيه يحمل العذرة. ثم أنت مني والمني نجس، هاي 5 مرات أنت مربوط بالنجاسة، وأخيرك شيء شنو؟ جيفة. فالشاهد في الموضوع أنه يجب على الإنسان أن يكون متواضعا خلوقا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي كان لين، الإنسان العنيف، الإنسان المتعجرف، الإنسان المتكبر، الإنسان السيء الخلق، الإنسان العصبي على اصطلاح اليوم، هذا الإنسان لازم يلقى في المزبلة، ما له قيمة مهما تصور أن له قيمة. الله يرحمه، قبل 45 سنة كنت أروح إلى شيخ معلم كتاتيب، وذاك اليوم ماكو أوراق، أوراق كلش غالية كانت، فكنا نكتب على الألواح لوح، نكتب مشق ثم نشطف لوح من تنك ثم مشق ثاني يطونه. أذكر لهسه الأشعار الذي أعطانا شيخنا مشقا وكنت أكتب عليه، من جملة الأشعار هذا الشعر: من كان لا يطأ التراب برجله، احنا مستعدين نمشي حافي، يطأ التراب بناعم الخد. في القبر شلون يعني من الانسان؟ من المستحب ان شاء الله لا تنسوا روحوا للمقابر اسبوع مره، روحوا شوفوا الاموات شلون يلقونهم، شلون يدفنوهم، شلون يغسلوهم، حتى انسان يعتبر. الميت يجيبوه يحطوه بالقبر، كلنا
إذا متنا حسنا، إذا متنا سيئا، غرقا، حرقا، بعد هيك هذا ماكو. ثم يوخرون الكفن من وجه الإنسان ويضعون وجهه على التراب، هذا انتهاؤنا. غلبوا الرجال فلم تمنعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا، ناداهم صائح من بعد ما دفنوا. أين الأسرة؟ السرير، الكراسي اللي كنا ننام عليه. أين الأسرة والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الخدود عليها الدود تنتقل. يا طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. إلى آخر القصيدة والأبيات. على كل حال، فكل هذه يجب أن تكون ممتزجا وممزوجة بالأخلاق الطيبة. هذا قضيتكم في سفرتكم، والقضية دائما كاي كسفرة نمثل كسفرة. نأتي إلى الموضوع الثاني. إذن الموضوع الأول كم؟ الموضوع الثاني، يجب أن يكون سعيكم دائما لإقامة حكومة 1,000,000,000 دائما. يعني نحن المسلمين 1,000,000,000 بضعون الغربيون والشرقيون والأهواء، فأخوتنا الإسلامية تحطمت وبلادنا تجزأت من شنو؟ من جهلنا وظلمنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في الآية الكريمة. نحن يجب علينا أن نرجع هذه الحكومة الواحدة، نتمكن، قطعا نتمكن، الله وعدنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا قال لنا الله سبحانه وتعالى نصدق الله. فرد صديق كان عندنا الله يرحمه، فرد أستاذ أيضا، أنا قرأت عنده العروة قبل 40 سنة. يقول كان فرد رجل في كربلاء، هاي القصة. يقول كان فرد رجل مر على باب صحن الحسين، قال فلان إنسان قصة حية عنده، يعني حية، والآن قصة بعيدة عنا. يقول اتصل به إنسان كان يمر وهم يمر، اتصل به إنسان سلم عليه كذا. هذا الإنسان السائل قال للإنسان المسؤول عنه، قال الظروف حرجة. قال لي شو نسوي بقى؟ فاقر كذا وما أشبه، حرجة من هالقبيل. قال أنت منين تعيش؟ السائل سأل عن المسؤول عنه، منين تعيش أنت؟ قال من الله. قال صحيح، لكن حقيقة من أين تعيش؟ قال حقيقة من الله. قال أدري من الله، لكن حقيقة يعني؟ قال من الله. دفع 4 مرات هو السائل ألح عليه، من أين تعيش؟ أكلك، شربك، لباسك، منزلك؟ قال من الله. المرة الخامسة السادسة قال الواقع أكو فريد شيء أقول لك أنا، لكن لا تقول لأحد. والمسؤول قال للسائل، قال زين لا ما أقول. قال قطعا ما تقول لأحد لأن هذا سر. قال سر. قال الحقيقة تدري من أين أعيش أنا؟ قال إيه. قول هسه. قال واقع أكو فرد يهودي، لأن سابقا قبل 40 سنة 45 سنة كان في كربلاء في النجف كل مكان يهود كانوا موجودين قبل قصة فلسطين. قال في الحقيقة أكو فرد تاجر يهودي بالعباسية الشرقية، الكربلائيين يعرفون العباسية الشرقية وين صايرة. أكو فرد يهودي في العباسية الشرقية، هذا إنسان طيب وشهريا يعطيني فرد 5 ليرات قربة إلى الله تعالى، أنا أعيش فيه عائلتي ونفسي. السائل قال لي ها هسه صار صحيح. قال يا أحمق، أنا أقول لك الله يعيشني أنت ما تقبل، أقول لك يهودي يعيشني تقبل، يهودي يعيش مسلم أخوندي، هذا صاير في العالم. بينما الله في القرآن يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني تجعل الله أقل من فرد يهودي؟ شاهدنا هنا الله وقت اللي يقول اذهبوا أنا أنصركم، يعني يكذب؟ أن تنصروا الله ينصركم.
ويثبت أقدامكم. إذا كلام ما ذاك الإنسان اليهودي صحيح، اللهم ينصرنا. فإذا قلنا يجب علينا أن نسعى لأجل إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم وظهرنا الله، يجب أن يصدق هذا. لكن الله يحتاج إلى الصدق. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وقلت لكم احفظوا نهج البلاغة حسب الممكن، يقول: فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النص. لأن الله ما يتقشمر بالظواهر، ما يتقشمر. لما علم الله من قلوبنا الصدق، نحن في طريقه، مو في طريق المال، مو في طريق الجاه، مو في طريق الناس يقولون هذا عالم، أبدا، لا لا، في طريق الله. إذا علم الله منا الصدق، الإمام يقول: فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النص. والله الله ما يتقشمر، أبدا ما يتقشمر، ظواهر الله ما يتقشمر. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. لعلى صورة الإنسان صورة حسنة. موسى عليه الصلاة والسلام مر على عابد غارق في العبادة، شاف هذا كلش عمل طيب، سأل من جبرائيل غير جبرائيل ما أدري، قال: هذا شنو أجره؟ قال: مثلا أجره 5 دنانير. يا أخي جبرائيل، لازم أجره فرد 50 مليار دينار، هذا المستغرق في العبادة، شلون هالأجر القليل عنده؟ قال: نعم يا موسى. حسب الرواية الله قال له، قال: نعم يا موسى، هذا العابد عنده لحية طويلة ودائما في فكره لحيته، هذا وقت اللي يركع يباوع لحيته، وقت اللي يسجد يطالع حتى لحيته لتلوح على الأرض، وقت اللي يوقف هذا يأخذ لحيته وهالشكل يسوي يصففه وكذا، هذا كل فكره في لحيته، ولا هذا ما عنده أجر. حديث أكو هذا الشيء. فقال له موسى، قال جبرائيل هالشكل يقول، الله هالشكل يقول، هو العابد قام يلطم على راسه وينتف لحيته حتى يتخلص من شر اللحية. جبرائيل نزل على موسى قال: شوف يا موسى، حتى هسه اللي يريد يتعدل هم فكره في لحيته يشد لحيته. الله يحاسب دقيقا، يحاسب أبدا، هم يخطأ، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فإذا صدقنا الله، الله يجعل هذا المفتاح بأيدينا لا أكثر ولا أقل. وأنه نكذب على الله، الله زين يعرف الكذب عن الصدق، زين يعرف أننا نسعى للمال، للجاه، للمنصب، حتى يقال في المجتمع عالم كبير، أو نسعى لله تعالى. فلازم سعينا لأجل إقامة حكومة 1,000,000,000. المقدمة لهذا الشيء شنو؟ 3 أشياء: تنظيم العام في البلاد الإسلامية. يعني حتى أنتوا إذا ذهبتوا إلى تبليغ شفتوا 2-3 شباب هذول ما عندهم شغل، نظموهم تنظيم. تنظيم يعني شنو؟ تنظيم ما عد قرون ولا عد ذيول، معناه على أنهم تربطون بعضهم ببعض حتى يكونون هؤلاء قنالا لجريان الإسلام إليهم ومنهم إلى غيرهم. هذا معنى التنظيم، كما قال علي عليه الصلاة والسلام: نظم أمركم. تنظيم عام، توعية عامة بالكتب، بالأشرطة، بالفيديو، بالبوسترات، بالملصقات، باللافتات، توعية، توعية. يعني أنه أنتم مثلا لنفرض 100 واحد أو أكثر إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم فرد 1,000 كتاب في شهر رمضان أنشروا، اسم بيعان، هبتان، أي شيء اللي كان، هاي توعية. ألفوا كتب، هاي توعية، كتب اقتصادية، كتب سياسية، كتب اجتماعية، كتب تربوية، كتب فكرية، كتب عقائدية، كتب أخلاقية، كتب فقهية، قووا أقلامكم.
يا اخواته ما شاء الله شباب شباب كل شيء يتمكن، لكن على شرط يعمل، على شرط ينطلق، على شرط يسير مستمر. هؤلاء الكتاب والمؤلفين من كانوا؟ هؤلاء كانوا شباب في ذاتهم، جاهدوا صابروا ثابروا نازلوا ناضلوا حتى وصلوا. أنتم أيضا منهم نفس الشيخ المفيد، منه كان فر الشاب مثلك فر اليوم، السيد المرتضى منه، السيد الرضي منه، العلامة الحلي منه، المحقق الحلي منه، فر الشباب مثلكم، لكن في الحقيقة عرفوا كيف يتاجرون بأعمارهم. تجارة هذا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. العلامة الحلي جاء إلى إيران في قصة طويلة ما علينا بالقصة، وفي معسكر محمد خدابند صنع خيمة للطلبة. يعني الخيمة شنو؟ أسلوب الخيمة أسلوب غرف والساحة في وسطها وأعمدة، ويومية يدرس هناك، وألف كتاب عظيم يسمى بالقواعد، إلى الآن موجود، وإلى العصر أنا كنت أطالعه يومية، إحنا نطالعه، لأن القواعد دورة فقهية مضبوطة كاملة قوية، ألفه في المعسكر، جاء لإيران لهداية الإيرانيين، ذاك اليوم كانوا منحرفين، وفي إيران في المعسكر وفي الخيمة التي صنعها تربى طلبة وألف كتاب. أنتوا نفس الشيء، أما ما عندنا خلق، ما عندنا كذا، ماكو داعي، من يقرأ من يفكر شو نسوي، خلي الكبار يكتبون، هذني كلمات العاجزين والحمقى والمغفلين. الإنسان إذا أحمق ما يخالف لا بأس، إذا مغفل لا بأس، أما إذا يفهم أني مثله وهو مثلي، هذا هو. يأتي العلامة يوم القيامة يقولون هذا مؤلف ألف كتاب، أنت كم واحد مؤلف؟ تتجاوب؟ أنا كنت فقير، يقول هو كان فقير، أنا كان ما عندي مال، هو ما عنده مال، ولا آخره. قل فلله الحجة البالغة، الله يعتاد على الإنسان. حكومة، يعني يجب أن نجعل من همنا إقامة حكومة 1,000,000,000. السبيل إلى حكومة 1,000,000,000، التنظيم الواسع العام شيء، التوعية الواسعة العامة بمليارات من الكتب، مليارات مو ملايينها من الكتب، هذا أيضا شيء. الشيء الثالث هو السلم، عمل الأنبياء قبل الوصول إلى الحكم. الأنبياء قبل الوصول إلى الحكم شنو يسوون؟ سلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بعدين الله يقول تصوروا العنف ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه من الطبيعي إذا كان كلامك لين، إذا كان عملك مناسب، إذا كان أخلاقك طيبة، الناس يلتفون حولك، حتى الكفار الغربيين والشرقيين واليهود والأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والروسيين إذا أرادوا يضربوك من يتمكنون، لأن الناس أنصارك. بينما إذا أنت عنيف، الآن شوف بفرد مثال في الشارع مررنا، واحد واقف واحد يسطره، أنت أنا نصير من؟ نصير المظلوم. أما شفت اثنين، هذا يسطر هذا وهذا يسطر هذا، خليص يتساطرون إلى المغرب، أنا شي خصني. الحقيقة الناس أنصار العقلاء، أنصار الحازمين، أنصار المتواضعين، أنصار المسالمين، أنصار المفكرين، أنصار أصحاب الوزن. الإمام أمير المؤمنين في وصف المتقين يقول عليه الصلاة والسلام وقور عند الهزاهز، يعني وقار عنده. الناس أنصار هؤلاء. هذه الأمور، التنظيم العام، التوعية العامة، السلم العام، الحقيقة نتمكن ونصل.
الآن أكون في البلاد الإسلامية مئات الحركات. إذا كنا عقلاء نشبع الحركات. يا أخي الأندنوسي ويا أخي المصري ويا أخي العراقي ويا أخي الإيراني ويا أخي الأفغاني ويا أخي الباكستاني، على شنو تتنازعون أنتم؟ وحدوا جهودكم، وحدوا صفوفكم، كونوا أمام المستعمرين الشرقيين والغربيين. لكن يحتاج نحن عقلاء حتى نتمكن نجمعهم. أما إحنا مجانين مثل مجانين آخرين، ماذا يلتفون حولنا وما يسمعون كلامنا؟ شيء للتبليغ وشيء للحكومة الواحدة العامة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.